الكاميرا وانا اخذ اللوح بسرعة. تمام. السلام عليكم سيدتي. مرحبا. دقيقة سيدتي، احترق اللوح. أخذ لوحي بسرعة. أليس يمكن أن أريك شيئا؟ تفضلي. أعطتنا المعلمة مخطط امتحان الرياضيات. الدروس يعني؟ نعم، الحساب الذهني والحساب العددي والهندسة ونظام القيس. نعم، يمكن أن تقرأي نظام القيس على ماذا؟ سيدتي راهو حتى نحن بعض. إذا نفس هذه الدروس التي نظام القيس، نظام القيس على المتر ومضاعفاته، اللتر وأجزاؤه، واللتر ومضاعفاته. نعم نعم نفس، لقد رأيتها، لقد تمكنت من الرؤية عند رودينا. إذا نفس الدروس التي نحن بصدد إنجازها، نفسها. وأيضا التدريب على حل المسائل. نعم، الصيغة القانونية. إذا آخر. مرحبا سيدتي. مرحبا يا ولدي، أهي بسرعة سوف نبدأ العمل. مازال الكاميرا مكسرة. صلحت الكاميرا. ممتاز، إذا نستطيع الآن العمل. نستمع للوضعية الأولى مثل العادة. إذا الوضعية الأولى تقول: مساحة عفوا محيط مربع قيس ضلعه، محيط مربع قيس ضلعه 200 متر. 200 متر. ماذا سيدتي؟ قيس محيط مربع قيس ضلعه 200. ماذا سيدتي؟ أنسة، ما هي الوحدة؟ متر. بسرعة سوف نرفع الألواح. 60 متر. ما هو السؤال؟ الكوس ولا بشمي؟ إذا تعدت عن السؤال. محيط قيس محيط مربع قيس ضلعه 200 متر. بسرعة نرفع اللوح في نفس الوقت. في نفس الوقت نرفع اللوح. الذي لم يتمكن نصلح، ليس هناك مشكلة، سوف نصلح. نرفع اللوح. ما هذا؟ لم يتمكن أحد منكم؟ مريم، أنت قديش قلتي؟ نعم يا مريم، مريم الشافعي. سيدتي 6 متر. تفضلي. 800 متر. كيف نحتسب محيط المربع يا مريم؟ محيط المربع 200 في 4. إذا ضلع في؟ ضلع
ضلع في أربعة. ضلع في أربعة، ما نزيدهم لهذه الدرجة؟ هذا إذن محيط مربع هو ضلع في أربعة. إذن 200 ضرب أربعة يساوي 800. أحسنت يا مريم، أحسنت يا مريم. نستمع وضعية موالية. الوضعية الموالية تقول: ثلاثة كيلومتر، ثلاثة كيلومتر كم يساوي؟ ثلاثة كيلومتر كم يساوي بالديكامتر؟ ثلاثة كيلومتر، لحظة. في بس كيف كم حسب تعرن جرس؟ عنديش. نرفع اللوح إذن. ديكامتر، ديكامتر يا آدم، ليس ديكالتر. نرفع اللوح. هنا هو نفسها يا آدم، ولكن في الامتحان يجب أن تركز مع المعلم وتصطنع الوحدة. مرحبا. إذن سأخذ إجابة شاهين. لم تكن واضحة يا شاهين. نعم يا شاهين. ثلاثمائة ديكامتر. أحسن، 300 ديكامتر. نستمع للوضعية الموالية. وضعية جملة واحدة. ها الوضعية معناتها الوضعية الواحدة. كانوا هما توا في الوضعية الموالية تقول: خمسة كيلوغرام ونصف، خمسة كيلوغرام ونصف كم يساوي غرام؟ خمسة كيلوغرام ونصف كم يساوي غرام؟ خمسة كيلوغرام ونصف كم يساوي غرام؟ بسرعة، الحساب الذهني ينجز بسرعة. نرفع الألواح. ارفع الألواح، ارفع اللوح، ارفع. ما عنديش لوح. تكتب على ورقة يا ولدي. لا نجد، لا أريد أعذارا لكي لا أنجز عملي. الذي يريد أن ينجز عمله يكتب حتى على أي شيء. إذن مريم جبنون. نعم يا مريم. يساوي 5500. شكرا لك يا مريم. إذا أضربوا في ألف لي أتحول من في ألف من الكيلوغرام إلى الغرام. نفتح الكاميرا، سنبدأ العمل. نفتح الكاميرا. سيدتي هل سنصلح التمرين الذي لم ننجزه بالأمس؟ لم أجده في المنصة. لم نكمل التمرين أمس. ما نزلت في المنصة. إذا أنا أحضرت، لقد قلت لكم أن نكمله في المنزل. أحضرت لكم تمرينا جديدا. ليس هل تريدون أن نصلح التمرين الآخر؟ لا. هناك مشكلة. نعم سيدتي. أنا أنجزت. هل وجدتم مشكلة؟ لا. سيدتي أنا لقد وجدته. هل هناك شيء غير مفهوم؟ لا. إذن نكمل. إذا أنجزتم وتثبتتم وأنه صحيح سوف نكمل الآن، سوف نكمل يعني إدماج آخر. إذن نمر إلى الإدماج الآخر. سيدتي أنا خدمته. أي بسرعة أنجز عملي. إذن سوف نكتب الوضعية ولا لا؟ نكتب الوضعية يا ولدي. لم يصلني في المنصة هذه الورقة،
آخر ورقة ثلاثة ثلاثة. لقد قمت بإرسالها. سيدتي أنا لقيته. قد قمت بإرسالها إلى الإدارة. نستمع، لا نذيع الوقت، أريد أن أكمل. يوم أمس لم نكمل، أتعلمون أن سنة ثالثة أنجزت معهم إدماجين، قد أكملت الإدماج اليوم الأول والإدماج الثاني وأنتم لم نكمل. إذن نريد أن نكمل كي نصل إلى سؤال التميز ونصل إلى الهندسة ونصل إلى نظام القيس بسرعة. هل القرية في الثالثة؟ أقرأ السند وأنجز التعليم الأولى. لن أعطي الكثير من الوقت. نقرأ الوضعية. ابتداء من السنة الثالثة تقرأ الوضعية لوحدك وتنجزها لوحدك. أنجز لوحدك الوضعية بسرعة. التي أنا بديت نخدم فيها. تعليم الأولى بسرعة، سوف نصلح. تعمل تعليم الأولى بركة؟ نعم. يعني ثمن الفرينة فقط؟ نعم، ثمن الفرينة فقط. أنهيت. انتظر محمد تيبي. نعم سيدتي. تفضل. 640 ضرب 8 درجة. 12 درجة وضعية. أين الأولى بركة؟ لقد أعطيت الوقت الكافي شهيد. وين تزرب عايش ولدي؟ نعم. علي معلولة برك. محمد تيبي. نعم. أكمل يا ولدي. علي معلولة برك. سيدتي. أنا سيدتي. هل أخذ الكلمة؟ أنا سيدتي سيدتي. لم تنجز يا محمد تيبي. أنا سيدتي. أصالة. أنهيت. 640 ضارب 18. أحسن. ثمن الفرينة ضارب 18. إذا سوف ننجز مع بعضنا عملية هنا يا ابنتي. نعم. صفر ضارب 8 يساوي صفر. صفر ضرب 8 يساوي صفر. نعم. 11520. أكملي يا ابنتي. 8 ضرب 4 يساوي 32. أحسنتي. نعم. 8 ضرب 6 يساوي 48 مع 3 يساوي 50. لا 51. أحسن. نعم. ثم أضع نقطة وأمر إلى الرقم الموالي. نعم. 1 ضرب 0 يساوي 0. 1 ضرب 4 يساوي 4.
واحد ضرب ستة يساوي ستة. نعم اسرعي. صفر مع صفر صفر، صفر مع اثنين يساوي اثنين، ستة مع أربعة أربعة مع واحد أربعة مع واحد يساوي خمسة، أربعة مع واحد يساوي خمسة، ستة ستة مع خمسة يساوي إحدى عشرة. استحفظوا إحدى عشرة. وأنا إحدى عشرة وخمسمائة. مرحبا سيدتي. مرحبا يا ابنتي. أي تفتحين الكاميرا؟ جميعنا نفتح الكاميرا. تفتحين بنا. إذا سأمر إلى التعليم الموالي. أتثبت في معطياتي في السند بسرعة. أقرأ السند وأتثبت جيدا. بسرعة. أنستي ننجز السؤال الثاني. هايت. نعم ننجز التعليم اثنين. شو نخدم ثمن السكر؟ نعم يا إيد. أستطيع أن أشارك في هذه الوظيفة؟ سنرى ذلك يا ولدي. أنجز بسرعة بسرعة سوف نصلح. بدي أنا هاي. لم أنتهي. أنهيت. سيدتي. نعم. أنا حسبت ثمن السكر مثلش. ثمن البيض سنحتسب. أي أنا حسبت ثمن البيض والسكر. نصلح إذن. تفضل يا آدم. ثمن البيض 23 ضرب 90. ثمن البيض 23 ضرب 90. 23 ضرب 90. من أنجز هذه العملية يرفع إصبعه. أنا سيدتي. أنا أنهيت. من أنجز هذه العملية يرفع إصبعه. أنا سيدتي. شهين نفتح الكاميرا. أنا سيدتي. به يا آدم، لماذا اخترت هذه العملية يا ولدي؟ ما الذي جعلك تختار هذه العملية؟ ماذا قال لي ثمن البيض؟ اقرأ لي أعد. ما هي دلالة؟ و23 حارة بيض ثمن البيضة الواحدة 90 مليم. هل هو ثمن الحارة الواحدة ب 90 مليم؟ 23 بيضة ثمن البيضة الواحدة 4 حبات. ثمن البيضة الواحدة 90 مليم. 4 حبات. 4 حبات. حار البيضة يعني 4 حبات البيض. الحارة؟ نعم. إذن 23 حارة هل تمثل عدد البيض هنا؟ يعني 4 ضرب 90. سيدتي يعني 4 ضرب 90. وماذا يعني حارة؟ الحارة هي ثلاثة يعني عفواً أربعة
أربعة بيض. أربعة بيضات. الحارة هي أربعة بيضات. في برنامجك لم أكن أرى الحارة. يعني سيدتي كلفة يعني حارة أربعة بيضات يعني كلفة. انظر يا ولدي. يعني كلفة وعشرين ما بين قوسين كلفة وعشرين ضارب أربعة. نعم إذن ننظر جيدا هنا نتابع. نتابع. ما بين قوسين 23 ضرب 4 ضرب 90. إذن نحن لدينا هذه أربعة بيضات. أربع بيضات في كل حارة. إذن هذه ستتكرر ثلاثة أربع مرة. إذن 23 هكذا. ثلاثة وعشرون ضرب أربعة في 90. نعم. إذن قبل كل شيء يجب أن أجد عدد البيض، عدد كامل البيض. ما يعني حارة؟ حارة يعني أربعة بيضات. يعني أربعة بيضات. إنها مجموعة متكونة من أربعة بيضات. إذن 23 ضرب أربعة. تنساش أقولها طول ذهنياً. 23 ضرب 4 في 90. نعم. 23 ضرب 4 يساوي 92. نعم 92. 92 ضرب 90 90 ننزل الصفر هناك الى نخطئ. اذا 92 هي سهله ولا نستطيع ان ننزل الصفر؟ ننزل الصفر. نعم. 2 ضرب 9 يساوي 18. 9 ضرب 9 يساوي 81 مع 1 يساوي 82. يساوي 82. إذا 8000 تريد 82000. لا يا ولدي. 8200 مئتان ثمن البيض. إذن يجب أن أركز سيدتي عند الإنجاز. نعم يا ابنتي. قدس سيدتي نحن ما قريناش الحارة. أنا سيدتي أنا لم أعرف لا أعرفها كلمة لذلك لم أجب صحيح. لا يا ابنتي إنها معروفة كلمة الحارة حتى ولو نستمع هو قل التركيز حتى ولو أعلم الكلمة. وهنا أنت لم تتفطني أن الفرق بين الحارة والبيضة الواحدة. يجب أن تتفطني من السند. قراءة السند وأن أفهمه جيدا مهم جدا يا ابنتي. يجب أن أفهم السند. وأنا دائما أسألكم أقول لكم لماذا اخترت هذه العملية. يجب دائما أن أنت أيضا أن تقتنع باختيارك للعملية وتقتنع ب إنجازك للعملية من خلال السند والالتزام بالوضعية. إذا نذهب الآن إلى التعليمات الأخرى. نكمل إلى التعليم الخامسة بسرعة بسرعة. سيدتي نخدم زيادة التعليم الرابع. يعني نخدم الخامسة برضه. ذاتي متى تعلم الثلاثة؟ ذاتي هل Thank you.
سيدتي ثمن السكر تحسب فيه ساعة. نعم نكمل. أنهيت. نكمل كل التعليمات إلى التعليمة الخامسة. كل التعليمات. نهاية كل التعليمات. أصمت. وأنا أيضا. أعيد قراءة السند. سيدتي أستطيع أن أجيبها؟ أنسة بقي لي سؤالين وأنا. أنا بقي سؤال. أنا بقي لي سؤالين. أنا في أحسن كلام كم مشتريات. أنجز عملي في هدوء بسرعة. أنستي هل نكتب ثمن المشتريات على اللوحة؟ نعم. إيش الذي يحصل؟ لوحة. سيدتي نكتب النتيجة الأخيرة على اللوحة؟ أي. هي مية بالمية. سيرتيها يا نصلح. لا. شاهين. البقية أتابع مع صديقي شاهين. ثمن السكر نتيجة تحسب في ساعتها ذهنيا. 570 ضرب 10 يساوي 5700. شكرا لك. شكرا. أنستي أنهيت. لينا. سارة. أنست ثمن المشتريات. نعم يا سارة. 11,510. سيدتي أريد المشاركة اليوم. مع 8,180. نعم. مع 5,700. سيدتي فما مبلغ وضعية زائد. مع 6,700. بإذني. نعم. سارة.
مع سيدتي ستة آلاف سبعمائة وأربعة. آلاف وسبعمائة وأربعون. ننجز العملية هنا بسرعة. إذا 11520 أصبر سيدتي في الأحد. اثنين مع ثمانية يساوي عشرة مع أربعة أربعة عشر، أكتب أربعة وأحفظ بواحد. خمسة مع اثنين يساوي سبعة، سبعة مع سبعة يساوي أربعة عشر، أربعة عشر مع سبعة يساوي واحد وعشرون، مع واحد اثنين وعشرون. ثانية مع واحد، واحد مع ثانية يساوي تسعة، تسعة مع خمسة يساوي أربعة عشر، أربعة عشر، أربعة عشر مع ستة يساوي، مع ستة يساوي عشرون. مع اثنين، مع اثنين وعشرون. اثنين واحد مع اثنين يساوي ثلاثة، النتيجة تساوي 32240. شكرا. هل وجدتم النتيجة نفسها؟ نعم نعم. جيتي أنا عملت 22 بالغلط. يجب أن تتثبت خاصة في الامتحان يا ولدي، تركز جيدا، تركز. أنت تندفع، أنت لديك الاندفاع قليلا يا آدم، لا تندفع عيش ولدي. اتفقنا؟ أتريث في عملي. إذا سوف أمر مع محمد تيبي. أمثل المبلغ بأقل عدد ممكن من القطع. القضية والمالية أوراق. نعم يا محمد. أنا لم أنس الخمس. تمام. أنا سوف نؤمن. سيدتي أنا سيدتي أنا ردينة. هل يأخذ الكلمة؟ لا تضيع لنا الوقت يا ولدي. السطر عنده متقطع. سيدتي السطر عنده متقطع. محمد اللويتي بسرعة. نعم. اثنين عشرون دينار، ورقة مالية عشرون دينار، ورقة مالية عشرة دينار. باهي يا محمد، لحظة يا ولدي. إذا المعلم بتاعكم قالكم الشطبوا على 30، تحوها 30. أي سيدتي أنا عملت 30. باهي. إذا كنت تقولي 30 معناتها ما تقوليش 30، إحنا ما مقرينيش 30. باهي باهي. فماش 30. سألت محمد فقط 30. نعم. فماش مشكلة. اثنين دينار. اثنين دينار، نعم. 200 ملي. نعم. 20 ملي و20 ملي. أحسنت يا ولدي. بسرعة نمر إلى السند الموالي. سيدتي كله رابط ببعضه. سيدتي كله مرتبط ببعضه. نعم. ستي ستي نجم تهب معناها ناحية التصوير، شنو نقل 20 والأخرى؟ إنها سهلة يا ولدي، هاي أمامنا التمثيل. عندك كيف الفيديو يجيب إلى التسجيل. إذا السند الثاني واضح جدا، أن هذا السند أنجزه بـ
تعليمتيه، إنه فيه سيدتي نسلش تطلع خطر ماهوش واضح. نعم الآن أصبح واضحا بالتعليمتين. أنهيت. سوف نصلح. أنا سيدتي من فضلك أريد المشاركة. سيدتي أنا أنا مريم المشاركة. أنا عصام سيدتي من فضلك. أنا سيدتي سأكتب الثمن في اللوحة. نعم يعني سيدتي كلنا نعرف على الوح ولا سيدتي ننزوها على اللوح يعني كل واحد يرفع ولا على كراسي. ما عنديش كراسي على ورقة بيضة. سيدتي أنا بفضلك بالعمليات ثم حولتها إلى الملي. سيدتي سيدتي أرجع الصفحة. لا انتهى الوقت، الذي لم يشارك سيشارك الآن. أنا سيدتي. إذن ما زال لدينا من لم يشارك، مريم الشامخي ولدينا مريم جبنون تفضلي. شاركتنا يساوي 160,050. المبلغ؟ ليه؟ توفى مع 10 دينار. كيف؟ أنت انظري إلي يا ابنتي. إذن يجب أن أعرف كيف أحسب المبالغ المالية يا ابنتي، لأن هذه النقاط لا أذيع، هذه النقاط إنها سهلة لا أذيع في الامتحان هذه النقاط. مريم، إذن يا مريم أسمع صوت مريم فقط، أسمع صوت مريم فقط. مريم جبنون، أسمع صوت مريم جبنون فقط. كي نحافظ على كي نفهم يجب أن نحافظ على الهدوء. ولقد قلتها العديد، قلتها مرارا، لا أتكلم بدون إذن ولا آخذ مرارا ومرارا ولا آخذ إجابة، يعني العديد من المرات قلتها العديد من المرات، لا آخذ إجابة أصدقائي. نعم يا مريم. إذن يا مريم انظري يا ابنتي، مثل ما قلنا يا ابنتي في احتساب المبالغ المالية من الأحسن أن أبدأ بالكبير،
بالقطعة الكبيرة وأضع القطعة أو الورقة في ذهني، ثم أمر إلى التي تليها وأجمعها معها. إذن نبدأ بالورقة الكبيرة. الورقة الكبيرة هنا هي 20. 20 دينار. 20 أضعها في ذهني، أمر إلى 10. نعم 10 دينار. 10 دينار 20 مع 10 دينار 10 دينار يساوي 40 دينار. الوهمة قلت لك نبدأ بالقطع عايش بنتي ونحط في ذهني ونمشي. إذن 20 و10 30 أمر إلى التي تليها، ثم 40، ثم 45، ثم 50، ثم 51، ثم 52، ثم 50 ملي. 52 ألف ملي. 52. إذن 52 ألف وخمسون ملي. رأينا يا ابنتي هكذا كيف يحتسب، ولقد قلت العديد من المرات هكذا كيف يحتسب المبلغ المالي يا ابنتي. إجابة خاطئة، أنا أحسبها لم أحسبها لك سيدتي. هذه هي الإجابة الصحيحة، أنها 52. سيدتي أنا صحيحة 52 ألف. أنا كذلك. شكرا لك. شكرا مريم الشامخ. نعم أنستي. تفضلي تعليم الموالية. أنستي أي تعليم؟ لم لا أرى. دلتي ما أعطيتينيش. أحسب المبلغ ال. دلتي ما أعطيتينيش. سيدتي أدم. رودينا. مبلغ المتبقي لسارة نقوم ب 52,050 إلا 32,240. أحسنتي يا رودينا. إذن 52 و50. أنجز العملية. نعم أكملي يا رودينا. رودينا. صفر إلا صفر يساوي صفر. 5 إلى 4 يساوي 1. 0 إلى 2 لا نستطيع، نزيد 1 وأزيد. 10 إلى 2 يساوي 8. 2 إلى 3 لا نستطيع، نزيد 1 ونزيد. 3 إلى 12 يساوي 9. 5 إلى 4 يساوي 1 تساوي 19,810. التي صحيحة. أحسنتم. شكرا. أحسنت. إذن سوف نمر إلى وأنا أيضا. يا لينا معنا. يا لينا يا لينا تفتحين الكاميرا. البقية نفتح الكاميرا جميعنا. أدم وأصالة. سوف نذهب إلى السند الموالي. بدي كم النتيجة؟ سيدتي هناك من سألك ماذا ما هي النتيجة؟ سيدتي الوقية
لازم تقدمي باش نقراو غادي، يعني لازم ترفع الكرون. سيدتي السند سيدتي لازم ترفع الكرون خاطر مانيش قادرين نشوفو فيه. لا الاخرى المبلغ المطبق قال لنا السند مانيش قادرين نشوفو فيه. كيفاش مانيش نشوفو فيه؟ هاي اشترت سارة صناديق، اشترت سارة صناديق لحمل المرتب. هذا السند لن نكمله، هو انه سهل، سنمر الى هنا، سنكمل ايضا التمثيل. نعم اذا سوف نمر الى السند الموالي. اشترت سارة صناديق لحمل المرتبات بستة آلاف، وأحسب التكلفة الجملية للمرتبات. سيدتي ماهوش مفهوم. اشترت سارة صناديق لحمل المرتبات بستة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون. الآن أنت ستحتسب التكلفة الجملية للمرتبات. كم تكلفت هذه المرتبات؟ أيوة كتبت تكلفة المرتبات بستة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعين. لم تفهم سيدتي، أطلعي الوضعي. سيدتي تنجمي تطلعي الكرون شوية؟ سيدتي تنجمي تطلعيها شوية الكرون؟ أنستي لا نرى فقط اشترت سارة صناديق لحم. سيدتي العكس 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 سيدتي العكس. هكذا نعم، اشترت سارة صناديق لحمل المرتبات ب ستحتسب التكلفة الجملية يا ولدي. السند ليس مفهوم. ما هو الشيء الذي ليس مفهوم يا ولدي؟ شيء قال اشترت سارة صناديق لحمل المرتبات بستة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون. قال أحسب التكلفة الجملية للمرتبات. نعم ليس مفهوم. ستحتسب التكلفة الجملية للمرتبات. مش سألت سيدتي، قلت لها كل شيء ما يعني تبع بعضه تبع بعضه متاع البيض وكل تحسبه مع هذا. قلوش يا رودينا، يجب أن يفهم لوحده، يجب أن تركز في الكلمة يا آدم. قال لك هو في السند لو قال يحب يصنع مرتبات. نعم إذا السند الأول على ماذا يتحدث؟ نتحدث. فهمت. أنهيت. أنهيت. سيدتي أنا نطول نجم نشارك؟ ما زال هناك من يشارك يا ولدي. سيدتي الكل شارك. Thank you.
مشاركتش سارة ومحمد دلوقتي ما شاركوش ولينا. كيف ما حس التعياط نغلق مكبر صوت مهمنا سارة. إذن أيت لينا، يا لينا يا ابنتي تسمعينني؟ لينا من يكون عندي كل يوم ما تشاركش لينا. يا لينا تشارك في الإنجليزي. باي مريم الشيمخ انت ما شاركتش؟ نعم. باي مريم الشيمخ. إذن مريم الشيمخ تفضلي. التكلفة الجملية للمرتبات 32,240 مع 6,948. أحسنتي. إذا هنا واضح جدا يا ولدي، يجب أن نتثبت في الكلمة وأقرأ. ستتي أنا ما في باليش راهو يحب يعمل مرتبة في السند الأول. لأن 32,240 الثمن الذي اشترت به. إذا نحن نريد أن نعرف التكلفة الجملية، كل ما تكلف لصنع هاته. محمد الويتي يا ولدي تتابع. صنع المرتبات. نعم، إذا قلت لي 32,240 مع 6,948. ستي هل أقول النتيجة؟ إنه دور صديقتك يا ولدي. أعيدي لي. 6,948. نعم يا ولدي، عفوا يا ابنتي. صفر مع ثمانية يساوي ثمانية، أربعة مع أربعة يساوي ثمانية، تسعة مع اثنان يساوي إحدى عشر، ستة مع اثنان يساوي ثمانية، مع واحد يساوي تسعة، ثلاثة ننزلها. إذن هذه هي التكلفة الجملية. أحسنت. إذن هذه كلها تكلفة جملية. إذن دائما لا ننسى دائما، لأن على ما أظن الاختبار سيأتي في هذا الشكل، دائما تكلفة وبيع ومربح. نعم أحسنتم جميعا. نعم قالوا لنا ماشي، ممكن ماشي يجي بيع وشراء في الامتحان، ليس هناك مشكلة. إذا ذو رقمين، الضرب في ذو رقمين بأي شكل من الأشكال. نحن في رقمين قطتنا المعلمة الربح والخسارة. نعم نعم. أعود إلى التسجيلات، لقد أنجزنا العديد من العمليات حول كل المحاور، حول كل الدروس. يا ستي نجد قشنية معناها سيدتي نجد سؤال تميز والجمعة الجاية نصلحوه. سننجزه الآن. لماذا نصلحه الجمعة؟ سيدتي أنا كتبت الأسبوع المقبل. أحسنت. إذن هنا خطأ مطبعي، إنها ما سارة ليست منام. إذن أكملت ما سارة صنع المرتبات، صنعت 5 مرتبات وباعت الواحدة ب2 دينار. حدثت سارة نفسها قائلة: هذه المرة سأقرر مواصلة الصنع أو التوقف عنه. أطرح السؤال المناسب لحل الوضعية. أنتي ما معنى؟ ما معنى الصنع أو التوقف عنده؟ هل ستتوقف عن الصنع أو ستواصل الصنع؟ يعني نحن نقول الجواب الصحيح؟
اطرح السؤال يا ولدي. لقد قلت انها ساره انه خطا حدثت منيلو. صديقتي انا لم افك مولود. اقرا السند جيدا. إذا ما هو السؤال؟ أنا عرفت السؤال وأنهيته. أحسنتي. إذا هناك ما هو السؤال الذي سيكون حول السند 5؟ واضح السند 5. أكملت سارة صنع المرتبات، صنعت 5 مرتبات وباعت الواحدة ب12 دينارا. حدثت نفسها قائلة: هذه المرة سأقرر مواصلة الصنع أو التوقف عنه. إذا ما هو السؤال المناسب؟ لماذا ستتوقف أو لماذا ستكمل الصنع بيد الحاء؟ أصيغ سؤال وأجيب عنه. سيدتي كم فما السؤال قبل؟ بطبيعة الحال أنجزه. أنستي هل أنجز السؤال الذي طرحته؟ نعم. حسنا. أنستي هل يمكن أن نطرح أكثر من سؤال؟ لا، سؤالا واحدا، ولكن هذا السؤال يمكن أن يتضمن العديد من الأسئلة. حسنا. يتضمن العديد من المراحل بطبيعة الحال. استفهمتش. عرفت السؤال وما عرفتش الإجابة. أنست أنا أنهيت السؤال والإجابة. أحسنت. محمد الويتي. سيدتي لم أن. محمد تيبي. نعم سيدتي. ما هو السؤال يا محمد تيبي؟ سيدتي قلت سيدتي حتى ما قلتش سيدتي. تابع معنا يا محمد الواتي، إن السؤال سهل. نعم يا محمد تيبي. قال ما يكلمش سيدتي حتى ما كلمش. لم أسمع ماذا قلت؟ أعطي السؤال فقط. سيدتي كم تصنع مكعب المرتبات إذ هي في اليوم الواحد تصنع 5 مرتبات؟ لا يا ولدي، هذا السؤال. قال لك لقد صنعت 5 مرتبات. أصالة. 5 مرتبات ب 12 دينار. لم أنهي سيدتي. سارة. مرتبات ب 12 دينار. هل سوف تتواصل أو تتوقف؟ ما الذي يجعلها تواصل أو تتوقف؟ نعم سيدتي. ما الذي يجعلها تواصل؟ متى تواصل؟ حينما تأخذ نقودا أكثر. نعم، إذا حينما تربح المال. إذا هل خسرت أم ربحت؟ ربحت. يعني
إذا هذا هو السؤال. أولا سيدتي سوف أن السؤال واضح. سيدتي أنا قلت كم ربح؟ لا يجب أن يا ولدي السؤال. سيدتي أنا سألت سؤال آخر. ما هو هذا السؤال؟ أحسب الثمن الجملي للمرطبة. لقد أحسب الثمن الجملي للمرطبة. أنا ثمن البيع. نعم. سيدتي أنا كتبت كم ربحت بركة. إذا لا يا ولدي لا نعلم هي لا نعلم هي ما الذي تفعل؟ قصدي سيدتي السؤال لم تبدأ الخسرة عما ربحت. هل سيدتي تو عرفت الإجابة عرفت الإجابة. هل خسرت أم ربحت؟ إذا هل خسرت السيدة سارة؟ هو الإجابة أرجوك. سيدتي ربحت كفى. هل سيدتي أرجوك الإجابة على الإجابة هل خسرت أم ربحت؟ انتظر يا ولدي هل خسرت؟ السيدة أو ربيحة سارة أم أستي سارة بنية صغيرة مش سيدة. أستيدتي عملت طبعا عملت عملية مركبة في ساعة. محمد الويتي سيدتي أنا لو سيدتي على ماذا سنبحث يا محمد الويتي؟ لينا شاهين يرجوكي سيدتي يرجوكي آدم. نعم يا آدم على ماذا سنبحث؟ أول حاجة نبحث عن ثمن بيع المرطب المرطبة. ثمن بيع المرطبات. سيدتي أنا عملت عملية مرطبة. 12000 اللي 12 دينار سوي 12000 12000 ضرب 5 سيدتي أنا عملت عملية مركبة 12000 ضرب 5 يساوي 60000 يساوي 60000 مليم. إذا شكرا لك رودينا. أين أنت يا رودينا؟ عملت عملية مركبة. نعم سيدتي تجيبين يا رودينا. هنا هل خسرت أم ربحت يا رودينا؟ السيدة سارة قد ربحت. ربحت بطبيعة الحال بدون تعليل. نعم ربحت كفى بدون تعليل لا تعتبر إجابة. إذا ربحت لماذا؟ سيدتي أنا عملت عملية مركبة. لأن لماذا عملية مركبة؟ هل هذا السؤال يحتاج عملية؟ لا انا عملت عملية مركبة. عملت ما بين قوسين 12 عملت ما بين قوسين 12000 ضرب عملت ما بين قوسين 12000 ضرب 5 الا 39180. لكن نحن لا نعلم يا ولدي هل ربحت ام خسرت. يجب ان اتريث اعلم مقدار ربحت ام خسرت ثم اجيب. نعم يا رودين اكملي. أنت أنا عمليتي تشبه هذه وهي نفس النتيجة يعني لكن السؤال ليس نفسه. لا يجب أن أطرح هذا السؤال إن سند بخصوص هذا السؤال. أنا كنت أقصد هكذا قلت أحسب الثمن الجملي للمرطبات يعني أحسب ثمن المرطبات ربحت لأن العملية وكنت سأبحث وأقول أخذت مبلغاً كبيراً أو صغيراً. لا التعليل بالرياضيات. نعم يا رودينا. كي أنا ستون ألفاً. بعد نعمل مقدار ربح سيدتي. نعم يا ابنتي لأن ستون ألف. أكبر من 39188 180 سيدتي ومئة وثمانون وثمانية وثمانون وثمانية وثمانون. محمد الآن على ماذا سنبحث؟ قيمة ربحها أو مقدار ربحها
أنا أعرف النتيجة. محمد. محمد الويتي أكمل. اسمعوني يا محمد. سيرتي 66,000. نعم. إلا 39,188. سيدتي هل أقول النتيجة؟ أحسنت يا محمد، انتظرني يا ولدي، إنه دور صديقك. إذن ستذكرينني يا أسالة. أسالة تسمعينني؟ نعم. تذكرينني كيف نبحث عن قيمة الربح؟ المدخل للمصاري. أسالة. أسالة قالت. يا أسالة تسمعينني؟ محمد تيبي تساعدها. يا محمد تيبي كيف نبحث عن ثمن البيع لثمن الشراء؟ أحسنت يا أسالة يا ابنتي، إن الربح دائما هو البيع إلا الشراء أو المدخيل إلا المصاريف. المدخيل إلا المصاريف. سيدتي هل أقول النتيجة؟ سأكمل مع محمد. محمد الويتي. نتيجة بسرعة يا ولدي. سيدتي نتيجة بسرعة. نعم يا ولدي. سيدتي 0-8 لا نستطيع. نزيد. محمد شكون؟ نعم نجد. محمد تيبي. نعم نزيد ونزيد. 10-8 سيدتي انت قلت الواتي. واتي ولا تيبي؟ سيدتي قلت الواتي. باك 0-9 لا نستطيع نستحفظ وننجو. لا أزيد وأزيد يا ولدي. نعم. 0-9=1. 0-2 لا نستطيع أزيد وأزيد. عشرة 2=8. صفر إلا عشرة لا إلا عشرة لا نستطيع. نزيد ونزيد. 10-10=0. 6-4=2. إذا لقد ربحت مبلغا مقترضا، لأن سوف 20,000. النتيجة 20,000. نعم لقد رأيتها. إذن هنا سوف تكمل صنع المرتبات. سوف تكمل صنع المرتبات. أحسنتم. إذن لم يبقى لنا إلا الهندسة على ما أظن. تكملين لها في المنزل. إلى اللقاء. والنظام القيس أيضا نكمله في المنزل. قبل إلى اللقاء سوف أستطيع. لا تندفع يا ولدي. لا أندفع. أقرأ جيدا السندات. أفهم جيدا المعطيات. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكم. حسنا إلى اللقاء. أستطيع إنجازها لأن الورق لم تكن لدي. ليست لدي. ليس هناك مشكلة. تعودين أيضا ستجدينها. حسنا. أظن أنك ستجدينها. اتفقنا؟ حسنا. أنستي نحن اختبارات وامتحاناتنا في الأسبوع القادم. إذا لقد راجعنا هنا وما زلنا سوف دائما نراجع. اتفقنا؟ اتفقنا. إلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء.